كمان كارت. يلا انا همشي، انا همشي بالترتيب. امشي بالترتيب. ستة. ستة. هل تعترفي انك اخطأتي لما قدمتي شخصية سماح على السوشيال ميديا واللي الجمهور اعتبرها انك بتتنمري على المحجبات؟ لا اكيد لا. ما ياما كل الفنانين عملوا شخصيات اللي هي كده. ليه استاذ هاني رمزي عمل في غبي منه فيه، استاذ عادل امام عمل في الشخصيه الست السعوديه، ده ما فيش فنان كوميدي ما عملش كاركتر بنفس الافيه ده. امال انتقدوكي ليه؟ ليه انتقدوكي؟ عادي. لا ما هي السوشيال ميديا كده طبيعي ان انت يعني هي انتقاد اكتر من مدح بقى دلوقتي كده. يمكن مثلا عشان هم عملوه في نطاق درامي او عمل سينمائي، لكن انت لا ليه ليه في ليه 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 سكتش، عملت سكتش على السوشيال ليه؟ مش احنا بنشوف برامج الكوميدي كلها كلها بنشوف احمد فهمي واحمد اسمه ايه ده اكرم حسني، وبيعملوا سكتشات وكلها كاركترز مثلا. انا مش قادره، مخي مش حاضر ان انا افتكر الفنانين اللي عملوا كاركترز في افلام في سكتشاتهم. وسكتش سكتش ما فيهوش اي تنمر ولا حاجه. هبقى اسمي بتنمر لو انا بشخصيتي ميس الطبيعيه اللي انا بتكلم معاكي دلوقتي وقاعده بتنمر على حد. لكن انت بتمثلي شخصيه. لا طبعا واضح يعني اتس كاركتر وفي سيناريو بيتقال يعني. ما لا لا ما فيش. كمان كارت. واحد. هل شايفه انك اسأتي لنفسك ولموهبتك؟ هل شايفه انك اسأتي لنفسك ولموهبتك بعد تقديمك اعلان للملابس الداخليه؟ ندمانه على الاعلان ده؟ بصي اقول لك حاجه بصراحه، انا من وجهه نظري بعتقد انه لما يجي فنان ويطلع بيقول انا ما يهمنيش كلام الناس وانا ما بتاثرش وخليهم يقولوا وخليهم يعملوا اللي يقولوا اللي يقولوه ما دام انا مقتنع. انا من وجهه نظري الفالي هامبل اوبينيون انه اعتقد انه صعب جدا 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 على فنان حتى لو عارف انه حتى لو يا ستي حمله ممنهجه بيسموها وشافها ما يزعلش. هيزعل. احنا بشر طبعا، وسبيشال لما تكوني انت بتحبي شغلك قوي بتبقي عايزك تسمعي المدح وتسمعي الناس تشكر فيكي وفي موهبتك وفي جمالك. وانا بعد انا العنان ده ولا كان في دماغي خالص. انا فاكره انا كل همي لما كان كلموني عشان اعمله قلت لهم احنا عايزين نعمله بطريقه فيها كده رقص وفوازيريه وجميله وكده. فاهمه ازاي؟ هو ده كان هدفي. لا في دماغي كل الحوار ده. الناس هاجموا على مواقع التواصل الاجتماعي والموضوع وصل للبرلمان ومجلس النواب وقال لك انه في ايحاءات جنسيه وفي ايحاءات مش مظبوطه. زعل الناس، زعلني عشان انت في الاخر انا بطبعي بيرفكشنست يعني انا بحب ابقى اعجب كل الناس، بتضايق حتى لو عارفه انه الناس اللي عشان كده ما بقراش السوشيال ميديا وعشان كده ما بقراش الكومنتس اللي بتتكتب وعشان كده عشان ما تضايقيش نفسك. لان انا بشر. ندمتي على الاعلان ده؟ ندمتي على الاعلان ده؟ ندمت ان انا زعلت الناس او انا عايزه الناس كلها تحبني. كداب اللي يقول لك، مش بلاش اقول كداب، هتكلم عن نفسي كدابه لو انا قلت لك ان انا لو كانت حتى شريحه صغيره مش كبيره ما عجبهمش ده ما اذانيش وما زعلنيش. لا انا زعلت وقهرت وعيطت واكتئبت وكلمت استاذ باسل ربنا يا رب يكرمه ويفرح قلبه في ولاده وهو صديق عزيز. قلت له بعد هو إذنك. صاحب الشركه المعلنه. قلت له تعالى نشيل الاعلان انا زي بنتك وانا مش يعني بجد. وهو راجل محترم بعد جدا. بعد الفلوس اللي صرفها اون ذا سبوت ذا سكند تاني. هو مين اللي شايل حمايه المستهلك ولا الشركه؟ لا استاذ باسل، استاذ باسل هو اللي شال. ايوه وما هموش الفلوس ولا هم ولا الاعلان ده اكيد متكلف فلوس كتير. ولا هم. راجل محترم واخلاقه. ببعت له تحيه كبيره لما احنا تاني يوم او تالت يوم مش فاكره قلت له استاذ باسل انا زي بنتك او زي اختك مش فاكره عشان خاطري وكنت بعيط لانه انا خدي بالك برضو من قليل قوي لما اتهاجم يعني ما عنديش هذا الزخم من الاعمال. اتقهرتي من الهجوم؟ الهجوم كان شرس. استغرب جدا. انا فاكره ساعتها الهجوم كان شرس جدا. استغرب جدا لما يجي فنان يقعد اتفرج عليه ويقول لك انا ما بيهمنيش. ازاي؟ ازاي ما بيهمكش؟ بتوجع قوي لما تحس ان انت مهاجم. انت ليه كنت ساعتها حاسه بيه؟ جلدك بيتخن بالوقت وبتبقي تأثرك بالهجوم بيقل. ولكن بستغرب جدا لما حد يقول ما بتأثرش. ازاي؟ لا في ناس ما بيهمهاش راي الناس بيفضل ماشي على طريقه. صعب. يعني تعالي لو جبت لك مثلا من الامثله اقول لك محمد رمضان ما اتكلموا زي ما انتوا عايزين تتكلموا انا ماشي في طريقي. عشان كده قلت لك انا معجبه بيه جدا في الحته دي. اه ان هو ما شاء الله قطره ماشي ومش همه حد.
برافو جود فور هيم برافو. انت اتأثرتي ساعتها؟ لا انا اتدمرت. ايه اللي حصل فيكي نفسيا؟ اتدمرتي كل حاجه. انت كمان الناس قاسيه جدا لما تلاقي نفسك الناس بتشتمك بابوكي وامك وشرفك واخلاقك وداخلين عيلتك وعيلت عيلتك وجيرانك وقرايبك، عارفه اللي انت الشتيمه جايه بالمجموعه، فاهمه قصدي ايه؟ وبتصعب عليكي نفسك وبيصعب عليكي اهلك وبيصعب عليكي حتى مجهودك، حتى بكيتي مجهودك. بكيتي؟ لا لا انا عيطت جدا جدا، عيطت واتضايقت لان انا كان كل هدفي ان انا اعمل اعلان كولر فول كده. حبستي نفسك وقعدتي فتره مكتئبه فيها بسبب الموضوع. الناس ده بتدخلك في مود ده. انا تليفوني تحول الى سنترال، تليفوني تحول لسنترال، كميه بقى الكوميكس اللي بتتعمل عليك وكان ده بالنسبه لي جديد ومش واخده عليه ومش مفهوم. وطبعا اكيد من وجهه نظري ان انا شايفه ان ده اعلان راقص فلافي جميل لذيذ امور كيوت في رقصه لذيذه، الجنجل والاغنيه بتاعته ما كانش المقصود منها ابدا ان هي تكون لا في ايحاء جنسي ولا، يعني مخنا ما كانش رايح الدايركشن ده خالص. بالعكس ده مستر راسل كان عايز انه مبسوط بيا بشكل ان هو يعمل حاجه على فوازير والسنه الجايه نعمل حاجه مور فوازيري اكتر، يعني كان طاير بالاعلان. ولكن قدر الله ما شاء فعل. وهرجع اقول لك تاني لا بس يشكر ان هو شال الاعلان. يشكر ان هو شال الاعلان واحترم رغبتك بعد ما هو صرف، يعني مش ناس كتير تقبل ان هي تعمل حاجه زي كده. صحيح.